معاك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. انا معايا دلوقتي يمكن وحش افريقيا زي ما بنقول عليه والهتاف الكبير قاله السد العالي للشناوي. شناوي مرحب بيك. الاول انا عايز ابدا معاك على هتاف جمهور النادي الاهلي ليك، الهتاف الرائع والمميز ده انعكس عليك ازاي قبل المباراه، لان الهتاف رج الملعب بلغه الكره يا كابتن شناوي. اكيد طبعا، انا طبعا يعني الواحد كان سعيد جدا طبعا ان الجمهور اصلا كان موجود النهارده. ده حاجه حافز لينا، حافز لعيبه جامد، ادينا حافز في الملعب. طبعا انا بشكرهم جدا ان هم يدوني الثقه ديت بالهتاف ده. انا بشكرهم على الهتاف ده، وان شاء الله ان شاء الله هنكون على حسن ظنهم الفتره الجايه كده، ربنا يكرمنا. عدينا ربع النهائي، نعدي نص النهائي، بس نفكر في الماتش الجاي بتاع البطوله العربيه، ناخدها خطوه خطوه وربنا يكرمنا كده ان شاء الله الفتره الجايه. وانا النهارده بحيي اللعيبه ان هم كانوا رجاله النهارده في الملعب وخدوا الامور بجديه. ان شاء الله نفكر في اللي جاي، ومبروك للجهاز ومبروك للاداره، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، ومبروك للجمهور ان هو رجع الملعب. وان شاء الله ما ترحموناش مننا ان انتوا تكونوا موجودين معانا ومساندين على طول ان شاء الله. طول عليك، لكن الحلم قرب، حلم البطوله قرب، حلم وصول لكاس العالم قرب. بتشوف الخطوات البسيطه ان شاء الله لحسم هذه البطوله ازاي يا كابتن؟ نقول ان شاء الله وناخدها واحده واحده ونفكر في الماتش اللي جاي، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده الفتره الجايه ونحاول نجيب التاسعه ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله. ربنا يكرمنا، شكرا، التوفيق.